بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داو ديال كسر دوا دا برنامج كني دب كابل قريب تنو حنك جهد للدونا مع انكو ايجي الدونا على مسار كي مدح وينها ودن كجبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي كدا عي مجال هذا جبوتي شلي وحك قريب قلي مدح فر بدن او كسر تدلال كبرجا افريكا ودم مذا كقريب قال أنت بدن وحكم تلي يي مذا حدا وقص الرئيس ودم مذاسي جارهانا إثيوبيا كينيا أوغندا يسودو كله ودم مذا كله بريج أفريقيا وحوق قريب قال مذا حدا وقص الرئيس ودم مذاسي إثيوبيا وحك قريب قال رئيس الوزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد ودم كينيا وحك قريب قال مذا وينها كينيا وهرو كينياتا هدبا وشدلا عمد العدا قلب كني وحوي يهي ودن كصومالي يهي ودن كجيبوتي أو أن أجن هين يهين لبضل أو ولا على أو إسكوم إذا مركز اللي هذا دقن كي الدين تي يضدك كن نالبا وحاك غيب جري أو صومالي متلي رئيس الوزراء محمد حسين رابلي يدو أن أجن هاي تضباط كاسيكي كهري إن مدحوين فرماجو وكغيب جري يسقو صومالي متلي على مسار كي ودن ك وغاندا مدحوينيسا يوري كغوتو موزفاني كدعي مغالدا كمبالا ماهي تاي سببتا او فرماجو ومدحوينها صومالي وغا قيب جري واي على مسار كان مدحوينها جيبوتي ماهي سدي يحرقفتي كدحيسي لبدا الدل ايا سامين كولا مسيو جيدا كلا ايا جرتا عرين تاسي ايينو لفقوري دونا ايا سببتا رئيس الوزارة خوبل وغو دري مدحوين فرماجي وساو اوغا باغضي على مسار كاسي مدحوينها ودن كجيبوتي ان ورالها ناي وحاي لي جوغا صاحب كاي جامع قالت جامع او كسو دوينا يا ماركله واي بل هدا كورن ارينتن ماركا اينو دوخنو مدحوينه فرماج كمو سن قيب غلين على مساركي مدحوينها جيبوتي اساغو او تدوبات كاكي كوري كا قيب غلي على مساركي مدحوينها اوغاندا نحاي تاي سببتو بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا غود هان بشعبك الصوماليات ميل كاستي جوغان با وحان لي السلام الله عليكم ان نورو ما تجي محمد سك غيب قلنا على مساركي على نكي إسماعيل عمر قلها مركيش أنا ذي كيل لحد من الدورتي بان مرك لا الدورتي ما هرت ما دورش هكذا على جيبوتي واحد دوني واحد دعه ودورش واحد على يوال الدورتي نكي هاي أما هلا لا ترتمو أما يا لا ترتمين لكن دورش وايد على نكي مرك لا ليروال الدورتي مركيش أنا ذي كيل لحد من كور راسك أضيع كمون نكي أضيعها على مساركي سيب على سقوة عي مرحدي هاي بريج أفريقيا ninki dalalka kale waxa yimid hoggaankoodi ba yimid en nuro waay Soomaali uga baaqatay hoggaankeedu ugu sareey en nuro harta en waan hambalyeenaya wuxu doonay ba hanqdo ee Ismaaciil Cumar Geele hay inuu meesha maartay wali si joogo hay en inkastoo dadka Djibouti iyo maartay ay isaga baahnaan lahaayeen dad iyagu maartay doorteen oo ay ku qanacsan yihiin inuu hoggaan u noqdo oo la tartamo oo dhibac lagu kala qaado لكن هذا محمد ده بقول كي وبقول وانتي مرتي أدي سوا كده حشرتي وكله مركا سيدوني بها هاتي ماشاء الله كونه بتجليان لنا مركا تالقي يمدو إن محمد عبد الله فرماشو مدحويني هوري سوماليا حويا مدحوينها سوماليا إن ما مدحويني هوري سوماليا إن وحويا مركا لفيرنا حقيقيا وحويا ومرتي ده هرتا سو سوقي هاي أو حلي الموقت هاي عارين عن علاش سوقي على القبابة ليه سبا أنا وحدي عن فرماشة هاي متجن ماشاس صابت وحوي سميجي وسقي هاي إيو ماشة مارت هاي إن وحي ال إيو مارت مناسبة دو ماشة مارت هاي ضد وقت يدو ذي أما من ديت كودي أنتوا ضبطن هاي استا مرك لا غير سقي أبي أحمد دي أبي أحمد أول هرنا عادي ما دورانين وسكتشوجي هذين دورش هاد عنا وشوجي أنت أم وكرد من أيو أما لقى عايرين أيو مرك سقي أبي أحمد متكودنا هاد من ديت كمتشوجو سمعنا كلام مد ولا بو إسكتشوجا ماشة وتشوجو لكن أبي أحمد يو فرماشو حيكون كل دوينهن فرماشو وحويا ده وح جيستي بيسوقيه سجى وح جيستي دبعت بدن جيستي أودي قرن كصومالية أنتي وقعنت كهية أم مولي أيو محمد إلى هذا عد والبا دبعت وجيستي شعب كمرك ريتشبوتي يو نظام كماشا كدسان اي تشبوتي وكالا لابو لكن فرماتشو ويحرمو اسراعي على ود بو كدح ابوري ماركتايتو ان صومالي اي تشبوتي سبو اسمارت اسلها على ود مركا او سمية يباتذي دينا عمارتي سياسة دا كدسان لاب لكاعة يو مارتي دول قادلا انتا اي سبو استعمالي نبكي اي كانتي
ويان هرتا وحو اوغا باقداي ووچ او لطاقو مانتا ماشي لليه هده چبوتي ما اي چرتو هاوين باركي انتو سوكعي محانكو دهايتو وسيركي دهواقي چري واكيلا ها مارتا ايتو ان وكاسا ظهركي انتو سوبقوني بكيو ودن بيسو لها چبوتي وا عدو غينا اولها يعني ان محانكو ده هده وا دريمي كرتا دل آس شلي عدو كوشي يغيسي دوبانا وا دمارتا وزيرا دا كو marka isagii iyo dubatoona wajiga uma yaala meesha kan hadda meesha tagay maxaan ku dhahay roblana deeb waa waxa weeyaan dambagii umada Soomaaliyeed bootaa waa ku mahadsan yahay inkastoo uusan maaragtay wax quman hadda uusan soo kordhinayay waxa rasmiga marka muxuu yahay uga qayb gali waayay farmaajo waxa rasmiga ah ee uu uga qayb gali waayay waxa ay tahay maxamed abdullahi farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya siyaasadiisa waxay ku dhisan tahay nooc laab la kaca iyo maxaan ku idhaahdaa colaytan qof kasta oo maalin ay isqoomeen ama sidii uu rabay uu ka waayay maxaa abdullahi farmaajo waa cadaw maxaa abdullahi farmaajo marka cadaw uu aqoonsan yahay jabuuti ee uma aqoonsana kenya muxuu aqoonsan yahay cadaw soomaa kenya soomaaliya xagee isku direen danihii qaranka soomaaliyeed iyo danihii shakhsiga ahaa yuu isku dabaqayaa farmaajo cid kasta oo marka dantiisa ka hor imaata waxay ka hor timid dantii qaranka eeg ismaaciil cumar geele waxa intii markii isagu uu cusbaa ee uu maaragtaayto xaaladdiisu ay cusbayd xilligii jabuuti uu kaga qayb galayay shir maxaan ku idhaahdaayto in kulan uu ka hadlay oo sanad iyo wax yar uu joogay dalkaba uu madaxweyne ahaa marka farmaajo kulankii ay yeesheen buu wuxuu la soo qaaday sida xogta aan ku helayno in maaragtaayto xilliga doorashada yacni farmaajo 4 sano markii la doortay shaqadii koobaad ee uu bilaabay baa waxay ahayd campaign iyo olole doorasho inuu galo siduu dib ugu soo noqdo dadkii uu ka bilaabay markii Ismaaciil Cumar Geele ka mid ahaa Ismaaciil Cumar Geele uu ka aamusay marka wuxuu yidhi haddii Soomaaliyana hadda doorasho kama soo dhowa bal xilligeeda iyo waqtiga maaragtaayto la gaaro doorashada markaasay inuu ahaanaysa laakiin hadda taageero iyo ka horimaasho midna kuma siinayo farmaajo mar hadiiba laga hor yimid waa kii maaragtay maxaan ku idhaahdaayto duuduub uu galay meesha la yiraahdo Addis Ababa waa kii ku xajiyay meesha la yiraahdo Asmara albaabadii Kenya iyo Jabuuti ba markaas uu xiray marka xaqiiqda waxay tahay danihii isagu uu lahaa ee gaarka ahaa markii uu ka dhex waayay Jabuuti iyo Kenya labadiiba cadaw uu qoray dee dad ma kasa oo uu wax u sheegtana uu leeyahay oo iyagiina wuu sheegay wuxuu yidhi Kenyana waa cadow Jabuutina waa cadow laakiin midkoodna cadow ma aha wixii ka dhexeeya labada dalna waa gooni wixii ka dhexeeya shakhsiyaadkana waa gooni danaha shakhsiga ah ee farmaajo unbaa inay ka hor yimaadeen tiiba marka waxa weeyaan iyo cadaawad aan jirin oo ooga abuuray oo shacabkii Jabuutina uu u muujiyay cadaawad iyo inuu maalin walba leeyahay mid soo fariisiyo ma dad wax ma garato oo aan maxaan ku idhaahdaayto waxa laga hadlahay iyo meesha wax marahayaanba aan la soconin oo maqlay uun maxaan ku idhaahda Jabuuti iyo farmaajo isku dhacsan shacabkii Jabuuti inay aflagaadeeyaan dowladdii Jabuuti aan walaalaha ahayn inay aflagaadeeyaan in lagu sheego cadow yacni waxyaalahaas oo dhan waxa weeyaan waa waxyaabaha maaragtay danaha shakhsiga ah waa isticmaalay tii Eritrea iyada oo maxaabiis wiilal Soomaaliyeed oo maxaan ku idhaahdaayto ciidanka dalka Jabuuti ka tirsanaa iyo saraakiil sare oo Jabuutiyaan ay hayaan cadowga Eritrea oo ay qabsadeen dhul 200 kilomitir oo square ka ballaaran oo dumayro la yidhaahdo oo Jabuuti ay leedahay ay xoog ku haysato meesha la yidhaahdo Eritrea yuu intuu dhaafay buu Eritrea laga qaado cunna qabateynta Jabuutina halkeeda ha joogto oo maxaan ku idhaahay inta hadhayna hal la qabsado marka waxa weeyaan cadaawad iyo naxli isagu abuuray oo danihiisa shakhsiga ah uu kaga duulayo ayaa maaragtay keentay inuu ka qayb gali waayo tan inuu dee ka qayb galana wajina hadduu meesha tegi lahaana wajaxo unbuu la tegi lahaa oo rag maxaan ku idhaahdaayto tiro badan oo waa lagu wiirsan lahaa dee muuse biixi iyo kenyata jaamacow yoweri museveni madaxweynaha uganda caleemasaarkii 7 ka hor buu ahaa madaxweyne farmaajo uu ka qayb galay ama madaxweynihii hore ugu yeelay ama madaxweynaha hadda ha ahaadee uu ka qayb galay isagoo soomaaliya matalaya jabuutina kama una qayb galin marka laga yimaado xifaaltan kan iyo waxaan aad sheegayso ee danaha gaarka maxay ku kala duwan yihiin labada wadan ee uu midna tagay midna uu qabay Jabuuti waa dalkeenii wey anigu Uganda ma arag meel ay ku taalo waan maqlay mooyaane waay marka uu wax naga dhaxayn kara Uganda wax naga dhaxayn kara oo Ilaahay abuur xuduud ma lehin
dhaqan ma lihin diin ma lihin dad naga ma dhaxeeyo Ethiopia iyo Kenya dalal baba inaga dhaxeeyo dhulal bay haystaan Soomaaliyeed iyaga wixii la doono marka ha loogu yeero ana ninki la saaxiibahay iyo ninki la culoobahayba de waa arag hada Soomaaliyeed ba ku noolo waxba ma aragtay to daliil ba la keen kara laakiin Djibouti aniga dal shishay ee ma aha ima garab dhigi karo maxaan ku leeyahay Uganda ma garab dhigi karaan Djibouti oka Djibouti aan waxaan waqana dal walaal Soomaaliyeed ay degan yihiin laakiin dawlad ahaan madax banaan oo jamhuuriyadda Djibouti la yiraahdo laakiin dadka ku dhaqan Djibouti ee Soomaaliyeed haday rabaan anfar ku dar iyaguna waa dad Islaam ah waa qayb uu Soomaalida ka mid ah anfartu wax sii fog waayay waa ku fahmay Soomaaliga dalkaas aan Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin ee Djibouti la yiraahdo ee waliba ay iyagu hoggaanka ka yihiin cadaw baan u aqoonsanaya biduuni shuruud biduuni sabab wax sabab ah oo cadeyn karti una jirin caawa Farmaajo hadii la weydiiyo sababta yacni ay ku dhacday in uu Eritrea intuu u talaabo uu yiraahdo Eritrea cunna qabateynta laga qaaday iyadoo dhul Djibouti leedahay haysata kama u jawaabi karo sababta uu cadaw ugu tilmaamay Djibouti ee maxaan ku idhaahdaayto iyada oo shirkii markii hadda la qabanayay shirkii maxaan ku idhaahdaayto amniga iyo nabadgelyada Afrika miyaa wax noocaas loogu magac daray ee la lahaa Soomaaliya in ha loogu sameeyo wixii erga gaar ah loogu magacaabo ay ku dhigi jireen isagoon la qabanayn shirka yuu yahay wuxuu qeylinayay ninkii dhigi jiray Dubai ee uu yiri Djibouti iyo Kenya waxay rabaan cadaadi saarayaan hadda shirkiiba lama qabanin ogow ololay wadaan oo waa cadowgeena u lahaa hadii xataa olole la wado adduunku dalalku iyagu isdilaya oo maxaan ku yiraahdaa madaficda isla dhacaya oo dhul kala qabsanaya iyo haddana diblomaasiyadooda iyo nidaamkooda maaragtay diblomaatigu u shaqeeya tusaale yaro kooban meesha la yiraahdo Suudaan iyo Ethiopia dhul ballaaran bay maanta Suudaan ka haystaa Ethiopia maxaa 500,000 ah oo ciidanka militariga Ethiopia iyo maleeshiyaadka qowmiyadda axmaarada iyo ciidanka gaarka ah ee deegaanka axmaarada isugu jira oo 500,000 ah shalay soo bandhigeen Suudaanisku Soomaaliga oo ay hayaan oo dirayskii qabo quriyihii laga aruunayo ciidan tiro badan oo ciidaha ka badana sidaasi oo ay tahay haddana safaaradihii Khartoum iyo Addis Ababa mid waliba way shaqeysaa waxa ka socda dagaalka labada la isku hayo iyo diblomaasiyadu waa kala labo marka maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxa weeye waxa dhibka keenaya waxa weeyaan waa damaca isaga shakhsiga ah wax u dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliya oo aan wanaag ahayn ma jiro wax u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo aan wanaag ahayn ma jiro dhaqaalaha ugu badan iyo hantidii ugu badnayd ee ummadda Soomaaliyeed shanteeda dhinac yaa taalla Nairobi taalla way waa ku fahmay aad baa u maasantahay xogaha qaar baa waxay leeyihiin madaxweyne Farmaajo maadaama oo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo iyagu horey u sheegtay inay ka go'an Soomaaliya inteeda kale uu ka qayb galayo maaragtay Caleemasaarkii madaxweynaha Djibouti oo lagu marti qaaday munaasab ma in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi iyagoo laba dal kale matalaya ay isgara fadhiistaan oo Caleemasaarka ay ka wada qayb galaan marka sidaas uga baaqday oo ra'iisul wasaaraha ugu diray arrintaasi ma u malaynaysaa inay suuragal tahay ama wax jiri kale ay tahay maya suuragal maaha wax jiri karna maaha haddaba iyagoo laba dal ka kala socda yay is salaamayeen Muuse Biixi iyo maxaan ku idhaahdaayto marka hadii laga cararayo laba dal markuu Djibouti kula kulmayey ee intaasoo goor ay wada hadlayeen maxay ku wada hadlayeen maxaa wada hadlayay Soomaaliya iyo Soomaaliland baa wada hadlayay adigu farta saa doonta u dhig Soomaaliya iyo Soomaaliland baa wada hadlayay Farmaajo iyo Muuse Biixina way isku horfadhiyeen Soomaaliya garan haddana waxaa ka qayb galay meesha Soomaaliya iyo Soomaaliland baa ka qayb galay adigu ama laba dal ka dhig ama laba dad ka dhig marka maqnaashiis aan sheegay karaa waxa uu sheegay hadii uu diidayo Muuse Biixi oo uu leeyahay Soomaaliland hadday ka qayb galayso kama qayb galayno waxa weeyaan inuu wafdi dira ma ahayn soo agaran ee Khadiija diiri iyo iska joogan bay ahayd inuu Muuse wada matalay maya Muuse isagoo jamhuuriyaddiisa xambaarsan inuu meeshiisa tagay ahayd dhahan annaguna waxaan ka cadhoonay Muuse meesha tegay laakiin Farmaajo ugama baaqanin arintaas ee waxa weeye arinta Farmaajo isagu wuxuu dan qaranna meesha ugama baaqanin ee dan shakhsiya yuu uga baaqay su'aalka aan xog kale oo aan helay waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha Djibouti ama dowladda Djibouti baan idhaahdo
إني عسومات السجارة وصدرت رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أي سن عسومات جود وسومالي وصدرته ومارت عسومات فرنا وعدي ربع مركز سومالي درسن كرتو أي صدر عسومات مدحونا كصعدنا إنه صدر أي صدرتي برايم مينستر كأوف سوماليا إن وكقريب قال على مسار كسيل هو عسومي سده هذا يوشرتو سو الدولة تجبوت يلو قرد هذا مالي أو ما يسن كلا دوران ما رح لي سوماليا المركز إن وحبين قارو قريب قال ما وهذه أي تهاي تها أنا وحكت أنا هيو حيتها إن سمارتي أوفيشال دولة الجبوت أي عسومات أو قصة درتي دولة الصومالية إن كسر قريب كشو ملاحظة يعني دولة الصومالية عدة دوني بهن قط قف جاره وكم جعونا لمش يجي لكن عسومات أوفيشال ها أوفيشال أوفيشال أنا صار درتي يعني حتى كون سفارة ما حنقول يا الجبوت اللي سومر سي يدون وسارد أريمه هاد بدأ يجي سي سيدا لوجي ما حنقول بلا الصومالية إن سيدا أنا ما أرتاي وكم بحب أفتي غير الوزاره هدي مركز سيد دوني بهن قط هدي سيجارة لو سو مقعابي هبل يا هدي أنا لو سو مقعابين بقى وهاوي أنا هرتب وكلا لبو إن ليا وقف هبل هنوي ما دو تاسي واحد جذب وين ومد واحد حد جذب كتاعي قرن ماذا سو مالي يشريتان كذا يدولد نمذا إذا يا حد جذب كتاعي ومحاوك إن ليا هبل هنوي ما دو هبل ونحن نو إمانين تاسي واخلت مركب إن على قف في ريانا وحين نقول إيسا محاوك كل هايته صاحب إن نقول إيسا ده فرماج عندنا حلو ما هيو ما هم يدحون سو مالي إدمانته وأنا كفيل الصومالي إسكت شوبه محله ولا أنا يا مركز سيئة يدو كذا رابل حلو هيا تم ماشي بولي وحل الدير يا أنتي قف بدل اللي هليو مش هسكت شوبه ما قاعد يسكت وتها مش أقول له كلام هاي زعلوا لكن عد أمانت فرما شو حل الدور تي معها بوا سيريس ويان وحقيقي ويان فرما شو حل بحل الدور تي لكن حل جيل الدور تينا وأكدم مع ذي sharciga Soomaaliyana ma dhigayo madaxweynaha waxa way 4 sano iyo shiiba la doortay Soomaa garan ma jirto 4 sano go'an buuleeyaha baarlamaanka kuwana 4 sano leeyihiin hadii intii baarlamaanka mandate-kiisu uu jiray ay muddo kordhin sameyn lahaayeen sifa sharci ah waafaqsan de marka waxa weeyaan iyaga dastuuri aha laakiin iyagoon dastuuri ahayn marka waqtiga ka dhamaaday baarlamaanku waxa weeyaan qodob bay cuskanayaan ah baarlamaanka inta la bedelayo inta la helayo قف بدلا أما حبين كبرلمان كبرلمان بدلا أنت اللي جه ليو يجا سي شوقيه سي ونحلك أو بنان لكن تن معها تن مركي وقت كده ما قدوميها برلمان كده لعية يابا بدون شروط لكن قدوميه برلمان كده مسيا إنه مشارك وهايو فرماج أو إرساق كلا مالك لأين كسو جرين مركي مهمة ده حويا فرماج هذا عندنا حلو ما هيو سفشر عينه كم تشوق وح وتشوق أنا ما راح محل لو حق حقنا يا إنه كغيب قالوا يا حفلة الجبوت دي ولي حلكي من الجو ريتشين ما دام أن حلكي اللي تان يا أدر صدق يقول أنا يا أدر صدق سقوم بقى سوما تب تان إنه هذا أحد وقفة سقوا ما قاعد وايو سوق بين برامجك هذا ما صنطي سؤال شو قدم بيسا روبل ماشي وتغي وكغيب قالي ما لحق للدوام بالعكة يسوى سلام يا الله كل مي مصبيحي مدحونا سمير لنا بكم ذها هورو كان ياتا كم ذها ومارتي واللي بقى سي أفكي سقوله وينيا مصبيحي مرك وسلام يا كل مي أنا الله بدل مدحوني أنا راد الرجل الوزاري ومدحونا سمير لنا واللي بقى هذا سووه قصليا نسووه فرح صناعي سدم وغتي مال قدار وحلقة أركي سلام على تشيلي خدي شكر كسر ديبني فير بلون قصلي هي كلام ماشي الكاميرا وين يلا نيجي أردنا كورو تمام يا جو هاي سلاحين واحد فرماجو وشيكتان كفيري يا ماشا انت هسه سلاحين ماشا لكن كاميرون بيالي واحد بس يقعد بيني طالع ولا هو بحنا بقى ايه دورس طالع ايه هو بقى وحي ربين انه عرض مصبيحي وهو افك اتاقو من كان شريته وحو موجي مسؤوليات بموجي وقف كم مارك تمان تمرك حقيقة اللي قال الله سوماليا استجم التلية استجم هجانك سوماليا لكن لو بقيس قليل لو بدهم بقيس قليل انه هو افك اتاقو ايه ماشن دان شخصي بعد تالا سوماليا يا كينيا هدي على ود أما على ذي كده حيسو أما عليتهم وكده حيو مو حد أم لا ينسى إن ما حنك إلى هذا تفرماتنا وعرون لها رابلنا وقسلي لها نو ما ده عيسى تاس سوماليا هو سوماليا قف كست أو سوماليا عدو جيسة يبوي قنا نستحيسة ما ده يعني وكينيا نستحى لكن على ود لبدا الدل إلى ما تشرتو لبدا شعبنا على وذو كما دحيسو لبدا الدولة ذودنا على وذو كما دحيسو وحن فرماتا أبورتي دانها الشخصي إساقا يدبسو نقوشدي سي دورشو يو كدح واي
مرك مصلحة دقة شيء فيري مصلحة دقة شيء إريتريا إثيوبيا إتبوت يكين يلقوا هاي محيط هذا سلالة قف كست أو سوماليا وإلى هاي عقل سي كلية أنت إنه مارت فيريو يا مارت مهمة إثيوبيا محيط نجيال أوكي رجل زارو إريتريا محيط نجيال أوكي عندما يست إريتريا محيط نجيال إتبوت إثيوبيا محيط نجيال إثيوبيا دول بين نجاحي ستها دول سوماليات بهاي ستها oo ah dhulka ugu ballaaran ee maamulka Itoobiya hoos yimaada Soomaali garan hadii Itoobiya cid ay wax tarayso halkaas ka muuqan lahayd jigjigay ka muuqan lahayd dhagax buur bay ka muuqan lahayd qabri daar bay ka muuqan lahayd Soomaali garan marka maslaxada gashay Addis Ababa iyo Asmara ee Djibouti iyo Nairobi aan gelin taa waxa la rabaa dadka Soomaalida inay ka jawaabaan aad aan maasan tahay problem marka muxuu muujiyay shalay problem masuuliyad buu muujiyay hoggaamin buu muujiyay wuxuu muujiyay Soomaaliya waxa ay tahay Soomaaliya inaan qof lahayn inaan qof tun ka saaran karin inaan lagu dabaxi karin dawladnimada iyo jiritaanka qaranka Soomaaliya dana shakhsiya intaas uu muujiyay wuxuu muujiyay hambalnimo iyo maxaa ku siyaasad furfuran oo ku dhisan maxaa ku aqoon iyo aragti ku dhisan iyo diblomaasiyad buu muujiyay hatta qofka hadaan nacab tahay yaani farmaajo wuxuu rabaa qofku isagu carodo in loo carodo qofku u farxana in loo farxo Soomaali garan taasina wax suuragal ma maanta cid uu xil u hayo maxaan ku ilaahay to ma jirto Soomaali garan wixii meesha ku jooga waa inaan dhacdays aad iyo aad oo maasan tahay jaamac Gallad ayuu kaasi hadaa wadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi kooban ee aan kaga waramaynay Caleemasaarkii waddanka Djibouti ee madaxweynaha Djibouti iyo ka qayb gal la'aanta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo kulan dambe sidaas iyo fi amaanillaah.